السلام عليكم. دق دق معكم بوش. من بعد ما كنا كنسمعوا بالدجاج مشرمل، الحوت مشرمل، الزيتون مشرمل، هاد الايام ولينا كنسمعوا بنادم مشرمل. إيه لاجلك يا ايمان وليت من المشرملين. ضرب 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 ضرب. ولينا فيما كندورو كتسمع غير التشرميل. انا هاد القليل ديال التشرميل كتبان لي ما غتهنينا منها غير شوميشه، هي اللي كتفهم في الطياب والتشرميل. في إطار تدخلاتها لمحاربة استغلال ما بات يعرف بظاهرة تشرميل، تمكنت عناصر الأمن الوطني صباح اليوم من إيقاف 3 أشخاص قصد التحقيق معهما. تقوم باستغلال والقرصنة ديال هاد الصور وكيعدلها عن طريق الفوتوشوب، وتصورنا بمكانات وسبرديلات وماطر وداكشي باش نبانوا على المجتمع، وماشي على المجتمع، على الدريات خصوصا. كلنا من اللي سمعنا ممثل الأمن قال بلي أن هاد الشيء اللي واقع غير فوتوشوب ما عجبناش الحال، رغم انه قال كلام صح ورسل واحد الرساله سريه من وراء الكلمه ديال فوتوشوب. الا شفنا لابريفياسيون دو فوتوشوب او الحرفين باش كتبدا الكلمه ديال فوتوشوب هما البي والاس، يعني با دو سيكوريتي، ما كاينش الامن. الامن ملاهي مع المعطلين ومخلي المشرملين، يعني كلمه السر هي الفوتوشوب. قالوا اليابان ديروا لي بلاصه معكم ولا غنمشي للزابون. اللي كنعرفو هو ان الفوتوشوب تقدر تحيد به حبوبات، تنفخي به قنوفتك، تقدر دير به شي حوايج ما كيتصوروش على البال، بحال هاد الاخت سامحها الله دات معها الباب حتى لباري، وهذا الاخ الله يجعل ليها التصويره مغفره الذنوب انسى وخلى راسو اكبر من السقيطه ديال هيفاء وهبي. اما الا كان هاد الكريساج اللي واقع فوتوشوب، على الحساب ما خصناش نبقاو نعيطوا على البوليس، خصنا نعيطوا على ليزانفوغرافيست بعدا كيفهموا في هادشي. والحاجه الثانيه هي ان هاد الشباب اللي مصورين بالسيوفه قال لك غير من اجل التباهي، يعني اعياقه، يعني باش يعجبوا الدريات. كحشم كحشم. نقولوا انهم كيتصوروا باش يبانوا، والاكثريه فين يدوز هاد القضيه ديال التصاور المحروقين، كتقدر تبان لك شي طوموبيله ما كتعرف حتى الماركة ديالها وكتصور حداها، وسبحان الله اللي سولك على ديك الطوموبيله كيكون عندنا جواب واحد، يا اما هزها الوالد او خوك شفر لك السوارت وبتواضع منك كتمشي في الطوبيس، او كتكون ديز من قدام شي اوتيل وكتصور قدام الباب ديالو، وفي التعاويد كتقول لهم هنا فين دوز الشهر ديال الكونجي وانت ما خدام حتى الخدمه، او كنتصوروا في شي ريستورون. وهاد القضيه الاكثريه فينا كيديرها، لدرجه كتدخل دابا شي ريستو كيقول لك واش تسبق الماكله ولا التصاور، يعني تصوروا مع ريوسكم. ولاني السيوفه علاش؟ واش واحد محسن عنده السيوفه وبورطابلات وحشيش وفلوس وقال لك غير من اجل التباهي، وواحد حصلوا عنده شويه المسك والتسابيح باقي مشدود لدابا، واش هذا اللي مصور بسيف باش غيعجب الدريات؟ هاد الدريات كيف غيكونوا؟ بطبيعة الحال مشرملات، وتصوروا معايا مشرمل غيتزوج مشرملة، في الخطوبة غيدي لها جوج جوج من الحاجة، جوج سيوفة، جوج شواقر، سيرفيطة، سبرديلة من نوع كوبرا، خنشة ديال القرقوبي، وفي بلاصة الزيت غيدي ليها الروج، والهدية غيديها في موطور، وفي بلاصة ما غيحنيو ليها غيوشمو ليها، وفي بلاصة النقافات غيجيب شي جوج حناش كيفهموا في الفوتوشوب، وشهر العسل غيدوزو في عكاشة. مبروك عليهم. وليتي فيما كدور كيبان لك واحد هاسيف وكيعرعر الكريساج ليل ونهار، كيجيب لك الله عندنا حرب اهليه، وليتي كتخرج من الدار ما بقيتيش كتسلم عليهم، وليتي كتصيفط معاهم، ترجع ولا ما ترجعش؟ بحال داك النهار سمعنا الزغاريت عند جيراننا افرحنا، قلنا ياك ما تزوج عنده بشي واحد، قال لك لا راه بنتهم خرجت للخدمه مع 6 الصباح ورجعت ما وقع لها والو. راه الا ما حاربناش هاد الظاهره والدولة اهتمت بالشباب والاطفال ديالها، راه غيطلع لنا واحد الجيل كيتصور بالفرادة، وديك الساعة سبيوا تاني في الفوتوشوب. حتى الوالدين كيتحملوا المسؤولية، شحال من دري صغير كتلقاه مصور بسيف طول منه، دارنا ملي كتقدو كانوا مانعين عليا نهز مقص الضفران، بغينا نعرفوا هاد التشرميل منين جا. اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، اصحاب الذوق الرفيع، اليوم غنقدم لكم وصفه ديال بنادم مشرمل. حاجتنا في بنادم يكون مواعيش، وهذا النوع راه موجود في الاسواق ولله الحمد.
كنشدو داك بنادم وكنحطوه في وعاء او طنجره ديال الخطابات والمصالح السياسيه والوعود الانتخابيه والفوارق الاجتماعيه. كنخلطو داكشي مزيان وكنزيدو عليه شويه ديال التعليم اللي هو اصلا كيتباع مشرمل. من بعد ما كنخلطو داكشي كله كنحطوه وما كنبقاوش نديوها فيه باش ديك التصرميله ديالو طلع من داك الشكل الرفيع. كنديروا ليه بحال الا كنا باغين نخلعوه باش ملي كيتشرمل كيولي هو اللي كيخلعنا. ومن بعد كنسموه بشويه ديال السيليسيون او ثلاثه ديال الحبات ديال القرقوبي او ما يعرفوا بقاقة. وهذا النوع راه موجود في الاسواق ولله الحمد، راه ما بقى والو وغيولي يتباع حدا الحيط ديال البرلمان. وكنضيفوا عليه شويه ديال ضامه البنا من نوع كتامه. ومن كيتشرمل داك بنادم مزيان كنشدوه وكنحطوه وكنزوقوه بسيرفيت وبمكانه وبنوايكه وبسيف وكنخرجوه للمجتمع بالصحه والراحه. التشرميل فيه وفيه، كاين اللي شاف رزرق الاف وفرحان مصور بها، وكاين اللي شاف ميزانيه ومهربه لبرا كون خلاها غير نتصوروا بها. كلشي بدلوا لي السميات، الكريساج ولاو كيدلعوه وكيعيطوا عليه التشرميل. السيبة ولات فوتوشوب والمفسدين ولاو تماسيح وعفاريت. بحال داك النهار مشيت للحديقة بقى فيا الحال ما لقيتش فيها تمساح واحد، والبرلمان عندنا النص فيه تماسيح. مشكلة هذه، ما كيفكروش يديروا توأمة. أيها السادة، عفوا، أيها السادة المشرملون، السيدات المشرملات المجرملات، نحن عفوا لكل مقام مقال وكل بلاصة وعدها السيف ديالها. بعد تفكير طويل وأنا أستمع إلى كلام الشاعر وهو يقول: الميزانية اللي صوتنا عليها في الرباط مشات غير شوكولاتة. حشومة عين، من بعد ما كنا كنديهم صحاح وما كنخليوش الاثار، الميزانيه في يدينا وكنحلفوا فيها، كنا نفهموا في الصفقات، ولاو معانا دراري صغار كيلعبوا بالميزانيه وكيشريوها شوكولاتة. ما تفاجئوش ما تفاجئوش الى غدا طلعت شي وزيره وبفلوس الميزانيه شراتهم مصاصه. بغينا تماسيح ماشي بوبريس. وبهذه المناسبة الحزب ديالي غيقدم واحد القانون ديال تقنين صناعة السيوف، حيت الحشيش والكيف بلا سيوفة كالحولي بلا خروفة. وشكرا. قبل ما نساليو الحلقة ديال اليوم ضروري ومؤكد نشكروا جميع السلطات اللي سهروا على هذه الحملة وشدوا في ظرف سيمانة واحد العدد كبير ديال المشرملين اللي كيكريسيو عباد الله بالسيوفة. ما كرهناهمش يديروا لنا حملة ويشدوا لنا دوك المشرملين اللي كيكريسيو الشعب على قدو بستيلو. بغينا القانون على كل شيء، بحال مؤخرا وزير الخارجية صلاح الدين مزوار قلبوه في المطار ديال فرنسا، حتى ما نتقاشروا قلبوه مليه، القرصون ديالو مكتوبة فيه في التيكيتا إمروج وقلبوه ليه. وبقى فينا الحال، علاش وزيرنا يتقلب في المطار ديال فرنسا؟ ويا ربيناتنا ما خاصهمش يقلبوهم في المطار ديال فرنسا، خاصهم يقلبوهم في المطار ديال المغرب، حيت هما كيخرجوا ماشي كيدخلوا. ما سخيناش بكم، انتظرونا في الحلقة المقبلة إن شاء الله من دق دق مع كمبوش. وما تنساوش تشاركوا معنا في الصفحة ديالنا عبر الفيسبوك وفي القناة ديالنا في اليوتيوب. ويتبتب، السلام عليكم. ويتب على المكتوب وانا بتاع القلب تبلاد بانا ابقى حاضيني. انا ديت مصطاب وخليوها عدا ميزانية. انا غبدا بلاد 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 ما يعقلش عليا. انا قلت ما غديروا تقليل ديال زراعة الكيف، انا بسامح لكم، انا بترول فوسفات بسامح لكم في بوازير. انا عطوني غير قريبة ديال البزداز ولا رخصة باش نزرع الكيف في الجردة عندنا دافي. انا بعرض انا وكبيرة
مشي بيع في سوق الدلبق. اي بلاد بلاد.